بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه ووافر آلائه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد خلقه وخاتم أنبيائه، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له أرض بأعلى المدينة، وكان حين يذهب إليها يمر على مدارس اليهود فيجلس إليهم، فظن اليهود أن مجلس عمر منهم إنما يعبر عن حبه لهم، فقالوا له: إنا نحبك ونحترمك ونطمع فيك. ففهم عمر مرادهم وقال: والله ما جالستكم حبا فيكم، ولكني أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما في كتابكم. فقالوا له: ومن يخبر محمدا بما يجيء به من أسرارنا؟ قال: إنه جبريل ينزل عليه. قال: هو عدونا. فقال: كيف هو منزلة من الله؟ قالوا: إنه يجلس على يمين الله وميكائيل عن يسار الله. قال: إذن ما دام الأمر كما قلتم فليس أحدهما عدوا للآخر، ما دام الأمر ده على اليمين وده على اليسار أسيرين عند ربنا، فمن كان عدوا لأحدهما فهو عدو فلن تشفع لكم في عداوتكم لجبريل محبتكم لمين؟ لميكائيل، لأن منزلتهم من الله كما تقولون أنتم واحدة. كل واحد يبقى على اليمين وواحد على الشمال، ده دليل على التقرب. الكلام ده برضه هم فيه ماديين، يعني ليه؟ قال لك: لأنهم يعلمون بطبيعة الأمر أن سيد القوم أو رئيس القوم إذا أجلس واحد عن اليمين وواحد على اليسار مش معنى ذلك أن اليمين بيحب اليسار، يمكن بنفس بعض على المنزلة عند، بيقول لك ده في البشر، البشر المادية، البشر ليه؟ لأن إذا أعطى هذا من بره وخيره وجاهه فسينقص من هذا، أما بر الله فلا ينفد يدي الاثنين منزلة وكرامة بما لا ينقص هذا عن هذا. ثم الحق سبحانه وتعالى اسمه الحق، وما ينزل به جبريل حق، وما ينزل به ميكائيل حق، فالحق حق لا يخاصم الحق، حق لا يخاصم الايه الا الحق. قال لهم: أنتم أكفر من الحمير. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله وقال له: وافقك ربك يا عمر. كانت الآية نزلت: من كان عدوا وافقك ربك يا عمر. قال: يا رسول الله، والله إني بعد ذلك في إيماني لأصرد من الجبل. الله، يعني مسألة. إذن فكلهم يقولوا دي حبيبنا وده عدونا، دي مسألة من الماديات برضو ولا مش من الماديات؟ من الماديات. فربنا بيقول: قل يا محمد له، انتوا بتعادوا جبريل ليه؟ بتعادوا لأنه نزله على قلبك مصدقا لما بينه وهدى وبشرى، اي شيء في هذا تنكرونه؟ ما دام نزل به من عند الله على قلبك، اليست لهم صله بانزال وحي الى رسول؟ لهم صله، وهو مصدق لما بين يديه،
وهو هدى وهو بشرى للمؤمنين. فأي عنصر من هذه العناصر تنكرونه على جبريل؟ إذن العداوة بتاعتكم لجبريل دي عداوة لله. ولذلك حيجي بعد يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ادى الحكم واحد لعداوة الله، عداوة الرسل، عداوة الملائك، عداوة جبريل، خصهم الاثنين بخصوص لان الكلام في ايه فيهما، يبقى دخلهم في الملائكة اولا وبعدين جابهم بالايه بالخصوص، يبقى عطف خاص زي ما كما يقولون عطف الخاص على الايه على العام. يبقى اذن المسألة واحدة، مش مفيش انقسام، ده المسألة وحدة حق. فمن كان عدوا لعنصر من هذه العناصر فهو عدو للجميع. يبقى عدو لله وعدو للرسل وعدو للملائكة وعدو لجبريل وعدو ماكين، لأنه لا انقسام في موضوعهم أبدا، لأن كلهم دايرين حول إيه؟ حول الحق. إذن فالآية الثانية تثبت وحدة الحق في الله وفي الرسل وفي الملائكة وفي جبريل وفي ميكائيل. فمن كان محبا لجبريل فهو محب لميكائيل ولكل الملائكة وللرسل ولله، وهم أعداء لله لأنهم أشركوا به مش كده، وأعداء للرسل لأنهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم، وهم بيقولوا أنهم عدوهم مين؟ جبريل. وجبريل وميكائيل الاثنين في كفة الحق، فالعدو الواحد يبقى عدو للتاني. إذن فالآية هذه تثبت وحدة الحق في الدين، وحدة الحق في الدين، مصدرا هو الله خلاص، ورسولا من الملائكة هو مثلا جبريل، ورسولا من البشر وهم أنبياء الله ورسله إلى إيه؟ إلى خلقه. وما يقيت العالم من ميكائيل بأن ينزل بالخير وبالخصب، لأن الإيمان فرع وجود الحياة، وهذه هي أسباب الإيه؟ أسباب الحياة. يبقى قول الحق إذن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، شوف قال فإن الله عدو إيه؟ لهم ولا قبل الكافرين؟ يبقى كأني بقول ده كفر ولا لا؟ يبقى ده كفر، فما قالش عدو لهم، جاب كلمة ايه؟ جاب كلمة الكفر. وخذوا ايضا الدقة في تعليم الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، دوام الأنس بخطابه، دوام الأنس بخطاب الله لرسوله، لما اذا قال له قل حيقول لهم ايه؟ ماذا يقول؟ من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبي، مش كده هو اللي بيتكلم؟ مش هو بيقول قل؟ يبقى من الذي يقول؟ الرسول. طب خلي الرسول يقول بقى، خلينا نقول كده، الرسول كان يقول ايه مثلا؟ من كان عدوا لجبريل فانه اي جبريل نزله على قلبي باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لكن ربنا قال له ما تقولش كده، قال قل من كان عدوا لجبريل فان الله نزله على قلبك. شوف دوام انس الخطاب به، دوام انس الايه يعني، ما يقولش قلبي يا المتكلم، يجيب كاف مين؟ كاف الخطاب من الله، انه نزله على ايه؟ على قلبك. ينقل الكلام الى ايه؟ الى الخطاب، عشان يديم على رسوله انس الخطاب به جل جلاله. ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. برضو انزلنا اليك ايات بينات، يعني ايه ايات بينات؟ نشوف برضو ايات اللي هي العلامات على صدقك، لان الاية الامر العجيب، هي عجيب لانها معجزة تأتي لتصديق الرسول في المنهج، ام هي الاية من المنهج حاملة لحكم الله في الاشياء؟ وبينات امور واضحة من لا يختلف، لا يختلف فيها، لا يكفر بها ابدا الا من فسق. ايه اي الا من؟ الفسق هو ايه؟ هو الخروج عن الطاعة. قلنا زمان ان كلمة فسق مأخوذة من الرطبة، الرطب
لما القشره بتاعته انت بنملطها كده، فاذا الرطبه خرجت من القشره يقال فسقت الرطبه، فالذي يخرج عن حدود الله وعن منهجه يقال له ايه؟ فاسق. يبقى ما يكفرش بهذه الاشياء الا من يريد ان يخرج على منهج مين؟ الله. على منهج الله. ما يمكنش ابدا واحد سليم التكوين يقبلها. او كلما زي او كلما التي سبقت، كلما جاءكم افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، برضو هيقول لهم هنا او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. كلمه نبذه او كلما عاهدوا عهدا، نعرفنا العهود اللي تكلمنا عنها، اما عهد الفطره اما عهد الزر اما العهد الذي اخذ عليهم ان لا يكتموا ما انزل الله في ايه، او العهد الذي اعطوه لرسول الله ساعه مهاجره الى الايه الى المدينه وهم شنكسوا العهد، ألم يعينوا على رسول الله في غزوة الخندق والأحزاب يعني؟ أيوة. ألم يعينوا على رسول الله الكفار؟ أيوة. كان أولى بهم أن يعينوا من؟ أن يعينوا صاحب كتاب جاي من السماء وهم لهم ألف بإنزال كتب من السماء وبالرسالات هم وكان هناك عهد، مش بس عهد الإيمان بأنهم أهل كتاب، لا ده عهد وجد بينهم وبين رسول الله ساعة وجوده في المدينة أن لا يعينوا عليه، وقد أعانوا إيه؟ وقد أعانوا عليه، وهذا هو السبب في إنه ذهب وحارب بني قريظة، شو هذا السبب؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الدقة في الأداء لا يحمل على مطلق يهود، لأن في ناس مرضيوشي يفسخوا العهد، إذن فأمانة الأداء نبذه إيه؟ فريق منهم، لكنه كان الفريق الكبير، نبذه فريق ايه؟ فريق منهم. بل اكثرهم لا ايه؟ لا يؤمنون. نبذه فريق منهم، احنا قلنا فريق منهم، فريق يعني فريق ما نبذش. كلمة بل اكثرهم لا يؤمنون تدل على ان الفريق الذي نبذ العهد هو الايه؟ هو الكثير. ونبذ العهد دليل على عدم الايه؟ على عدم الايمان. على بل اكثرهم لا ايه؟ لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، انظروا إلى أن القرآن دائما يؤكد أن الكتاب القرآن من عند الله ولم يجئ بما يخالف ما إيه؟ ما عندهم مصدق لإيه؟ مصدق لما معهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم ظهرية كأنهم لا يعلمون. إذن ففيه كتاب مكذب به وهو القرآن، وفيه كتاب نبذوه. إن كان القرآن ما هم أمنوش، يبقى لابد أن يكون الذي في التوراة من نعت رسول الله ووجوب التصديق به هذا أمر منبوذ. الشيء تنبذه يعني إيه؟ يعني تطرحه بعيدا عنك. نبذه يعني إيه؟ طرحه بعيدا عنه، بعيدا ايه؟ بعيدا عنه. اذا هذا ما في كتابهم من نعته صلى الله عليه وسلم ومن تبشير التوراة به وممن كانوا يستفتحون به على من؟ على الذين كفروا. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله. طب نبذ فريق اهو فريق ما نبذش، بدليل انهم مثلا ابن سلام راح واسلم، ولا وكعب الاحبار اسلم، مش كده ولا لا؟ ففي ناس ومخيريق اسلم. يبقى لو أن القرآن عمم يبقى كان يبقى منصف ولا مش منصف؟ يبقى مش منصف، لأن فيه فريق. وراء ظهورهم النبذ قد تنبذه وتعمله قدامك كده، لكن يمكن يكون أمامك برضو غريك بأنك تقبل عليه تاني. لا بدو كده خلفه يعني لم يجعلوه حتى في مظنة الالتفات، في مظنة ايه؟ يبقى لما تقول نبذته وتطلقها كده يصح كده ومظنة انك انت برضو تلتفت اليه فيرق قلبك له فتعاود نفسك، انما ما ايه؟ وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون انه مبشر برسول الله ومبشر بمجيء الاسلام، او لا يعلمون العقوبة على ايه؟ على ذلك. لأنهم لو كانوا يعلمون ذلك حقا لما فعلوا إيه؟ لما فعلوا ذلك.
حتة نبذ الشيء نبذت كذا يجوز أن يأتي في مقابلها واتبعت كذا نبذ كذا وإيه والتفت إلى كذا. هنا المقابلة بقى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم إيه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شوف بقى المقابل واتبعوا ما تتلو الشياطين على إيه سليمان. يبقى نبذوا دي واتبعوا إيه ما تتلو الإيه ما تتلو الشياطين. يبقى النبذ هنا يقابل إيه الاتباع لأن النبذ طرح والاتباع ذهاب. اتبع فلان يعني ايه ذهب ليلتقي معه. يبقى اذا نبذ يقابلها ايه اتباع. هم نبذوا وبعد ذلك عملوا ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا يعني ايه يعني اقتدوا مش كده وجعلوا عمدتهم في الاهتداء. ما تلته الشياطين على ملك سليمان. انما هي ما تتلو هو بيقول ما تتلو قال لك هم تلته الشياطين على ملك سليمان. انما اتباعهم له الان كانهم ايه بيجددوا المساله كانهم بيجددوا. ولذلك برضه ففريقا كذبتم دي صدقه ولا لا وفريقا كان يقول قتلتم. انما قال وفريقا ايه تقتلون. اشمعنى قال هنا كذبتم وتقتلون؟ يريد ان تستحضر انت الصوره كانها ماثله ونظرا لان المعاصرين الموجودين قد رضوا عما فعله اسلافهم فكانهم ايه فكانهم فعل. فبيستحضر الايه بيستحضر الصوره. الم تر ان الله انزل من السماء ايه انزل من السماء ماء لا كان يقول فأصبحت الأرض مخضرة أنزل فتصبح الأرض مخضرة. كأنه بيستحضر الإيه الحالة الحاصلة الحالة الحاصلة. بفريقا كذبتم وفريقا ما قالش قتلتم قال تقتلون. وهنا بيقول إيه هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين تلت وانتهت. كان يقول ما تلت الشياطين ولكن استحضارهم لذلك بيؤكد عملية الحدث الجديد الحدث الجديد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اولا شياطين يعني ايه الشياطين دي؟ هم العصاة من الجن. يبقى الجن فيه ايه مؤمن وعاصي. وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك وانا منا المسلمون ومنا الايه القاسطون مش كده يبقى اذا الجن نفسهم فيهم مؤمن وفيه ايه كافر. وبرضو فيهم المؤمنين منهم طائع ومنهم عاصي. فالشياطين هم مردة الجن متمردين على منهج دول الشياطين. وكل متمرد على منهج الله بنسميه شيطان بنسميه ايه شيطان. ولذلك شياطين الانس والجن مش كده ولا لا يبقى إذن الشياطين دول المتمردين على منهج الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان يعني إيه؟ على ملك سليمان يعني أيام ملك سليمان. زي ما نقول على عهد فلان حصل كذا. أيام حكم فلان يعني حصل إيه؟ يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين إيه؟ على أيام ملك سليمان. الله ايه قصة ملك سليمان والشياطين وعلى قال لك لان كان فيه الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع ليوحوا زخرف القول فكانوا يستمعون الى الاوامر تلقى من الملائكة وينقلونها الى الكهنة ويزودوا عليها شوية خرافات وشوية كذب فبعضها يبقى حق وبعضها يبقى ايه باطل. بعضها يبقى باطل. وان الشياطين لا يوحون الى ايه لأولياء إيه؟ كانوا زمان بيسترقوا السم. في ميزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بمجرد ما جه
أن امتنع ذلك منعا باتا حتى لا يلتبس أمر السباء بمنهج الشياطين. ولذلك وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حاجة شهاب يجي كده يروح. وأن إيه لمسنا السماء فوجدناها إيه ملئت حرسا شديد، راحوا للسماء يسترقوا بقى الأوامر وهي نازلة، وجدوها ملئت إيه حرسا شديدا وإيه وشهبة. ده مسألة ليه؟ لأن المنهج اللي جاي في القرآن ده معجزة، ومعجزة ما حدش يقدر يفسد فيها شيء أبدا. وتيجي الآية التانية بقول إيه وأن كنا نقعد منها مقاعدة للسمع يستمعوا ايه لاخباره هي نازله كده، يقوم يروحوا للكهنه عشان فتنه، يعملوا فتنه في الايه في الناس. وتيجي تقول زي ما ربنا يمكن من الحاجات دي، يقول لك الله هو تمكين الله للاشياء. طب ما هو ابتلاءات للايمان، ابتلاءات للايمان عشان نشوف مين اللي عايزيه قلبه ومين اللي حي ايه اللي هيبقى قلبه ثابت. اذا ايه حكايه ملك سليمان؟ سليمان عرف عليه السلام ان الشياطين بيعملوا العملية دي، فجمع كل حاجات فيها كتب للسحر، الناس بتجيب الشياطين وتسخرها والى اخره، وراح يقال انه وضعها في الارض عشان يبطل هذه الايه العملية. فلما مات الشياطين دلت على مكان فقالوا ان سليمان كان يسخر الجن والانس والريحة وكل شيء بالسحر ده، وعملوا عملية المعجزة التي أعطاها الله لسليمان بأنها إيه عملية سحر وعملية شياطين. فالآية دي قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد إيه سليمان، على عهد ملك سليمان. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ سليمان، فقال وما كفر سليمان. كان المنطق انه ينفي ان هو حكاية الشياطين، قال لك لا، ليدلك على ان هذا الاتباع كفر، ليدلك على ان الاتباع لما تتلو الشياطين كفر. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وما هم بضارين به من أحد ويتعلمون ما لا إيه ما يضرهم ولا إيه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة إيه من خلاق. الحكاية دي ايه؟ قال لك هم نبذوا عهود الله ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وارادوا ان ينسبوا كل شيء في عهد سليمان الى السحر والى عمل الشياطين. فاراد الله ان يبرئ سليمان من هذه، وقال هي منة امتن الله بها على ايه على سليمان. اما الايه حكاية بقى ايه هو السحر؟ اولا السحر السين والحاء والري، المادة بتاعتها تأخذ منها كلمة سحر. مش في سحر عندنا؟ السحر هو ايه؟ بيبقى في آخر الليل وفي أول شقشقة الايه النهار. إذن ففيه بين بين، فيه من ظلمة الليل ومن إشعاعات ضوء الايه النهار، يبقى مختلط أو السحر كده شيء يخيل إليك أنه واقع وهو ليس بإيه، فهو جامع بين شيئين ظاهره واقع وباطنه غير إيه غير واقع. إيه وباطنه غير واقع؟ أم قال لك لأن القرآن حين يتعرض لذلك، إحنا قلنا قديما سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، إذن ما لهمش دعوة بالحقيقة. السحر فين؟ في الأعين الناس. وقال آية أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها الله، إذن ما دام يخيل إليهم يبقى هي ما بتسحرش، يخيل
الله. يبقى إذن السحر يبقى إيه؟ يبقى تخييله، تخييله أمر على أنه حقيقة وهو ليس إيه؟ وهو ليس بحقيقة. أدي الإيه؟ أدي السحر. بدليل كما قلنا أيضا سابقا أن موسى حينما أراد الله أن يجعل في عصاه المعجزة، أراد الله أن يجعل له تجربة أمام الله، قال له ما في يدك مش كده، وما تلك بيمينك إيه؟ قال له إيه؟ هي عصايا، ده علمه، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها إيه؟ مآربها. قال له هذا مدى علمك بها، إنما خذ علمي، ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي إيه؟ حياة تسعى. طبعا يخاف ولا ما يخافش؟ قال له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى حتى لا يضطرب وقت التجربة مع فرعون. يبقى عمل له ايه؟ عمل له التجربة، ومع ذلك لما جه عمل برضو التجربة برضو حصل له ايه؟ اوجس في نفسه ايه؟ طبعا لا. حينما نظر السحرة الى ان عصا موسى تلقف حبالهم وعصيهم، ماذا صنعوا؟ ادي الدقة هنا، ماذا صنعوا؟ خروا سجدا. ليه؟ قال لك لان الساحرة يرى الشيء على حقيقته، والمسحور اللي هو الناس هم اللي يشوفوا الحركة بس، إنما الساحر نفسه يشوفها إيه؟ يشوف الحقيقة. يشوف الحقيقة. فهم لما بصوا كده لقوا العصا مش عصا، لقوها حية. سبحان الله. الله، إذن انقلبت حقيقة. إذن فمعجزة موسى ليست من نوع السحر، لأن القلب لمين؟ للحقيقة، مش لتخييل الرأي. وإلا كانوا السحرة شافوها إيه؟ شافوها عصا. أم لما شافوها مش عصا ورأوها حية قال لك لا، ده المسألة مش مسألة، لا 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 لا. ولذلك قلني إنهم كانوا نصحين جدا، وقال لا يقدروا على قلب الحقيقة إلا الله. ولذلك قالوا آمنا بموسى ولا آمنا برب؟ برب موسى. تبقى دي مش شغلة بشر بقى، تبقى دي مش شغلة. يبقى ومن هنا نفهم الفارق بين معجزة موسى وبين إيه؟ وبين السحر. إذن فالسحر تخييل حقيقة، تخييل حقيقة وليس بإيه؟ بحقيقة. وليس بحقيقة. إزاي؟ قال لك لأن الشياطين لهم قدرة على التشكل، لهم قدرة يعني يتشكل بأي شيء. لا تستطيع أن تدرك الشيطان على صورته الحقيقية، ولكنه يتشكل لك بما يمكن لإبصارك أن يدركه، شيء مادي، ولكنه إن تشكل حكمته الصورة، حكمته الصورة. إن تشكل بإنسان، إن تشكل بحمار، إن تشكل بقط، إن تشكل بكلب، حكمته إيه؟ الصورة. فلو كنت أنت معك مثلا مسدس وتشكل لك بقط أو أي حاجة وضربته بالرصاصة يبقى يموت. يبقى ايه؟ لانه ما دام خرج عن حقيقته وتشكل بامر يبقى تحكمه الصوره. وهذا هو السبب في ان اللي بيبقوا يشوفوا حاجات يرونها لمحه خاطفه، يعني تظهر لهم كده ما تقعدش كتير. كيف؟ قال ليه؟ قال لك لانه يقول ربما كان يظن ان من راه على هذه الصوره يعلم هذه القضيه، ان الصوره تحكمه ويجيب مسدس ويضربه ولا يمسكه كده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمثل له الشيطان قال ولقد هممت ان اربطه بساريه المسجد ليتفرج علي صبيان المدينه. سبحان الله. الله، اذا لما يتمثل بحاجه يبقى انت تقدر ايه؟ تمسكه، تقدر تمسكه. ولذلك هم لا يصبرون طويلا على التمثل، لانهم ايه؟ يخافون. ولذلك من رحمه الله أن الصورة تحكمهم، وإلا كانوا فزعون. الحق سبحانه وتعالى يحفظ نظام المجتمع بتكافؤ الفرص. إيه اللي بيحفظ أمن المجتمع؟ تكافؤ الفرص. الفرص، معنى تكافؤ الفرص إيه؟ يعني افرض أنني مثلا واحد أنا عملت فيه أي حاجة ويضربني ألم، يقول أنا خاف أضربه ألم، يجي أخوه ولا واحد يتعصب له يضربني ألم، ولا يضربني علقة مش ألم مثلا. الله، إذن تكافؤ الفرص هو اللي عامل إيه؟ اللي مخلي كل إنسان يلزمه إيه؟ حد يلزمه.
وتكافؤ الفرص كما قلنا هو الذي يعطي العالم الآن في الصراع الناشئ بين قوتين عظميين الأمن. إيه اللي مش مخلي حرب عالمية تقوم وتفضل الحرب الباردة دي تقومش حرب ساخنة ليه دلوقتي؟ خايفين من رد الفعل البعض، مش كده؟ يبقى تكافؤ الفرص هو اللي إيه؟ هو اللي عامل كده. يبقى إذن التوازن اللي بيحدث بين الإنسان تكافؤ الفرص. إذن اللي بيخل أمن العالم هو إيه؟ عدم تكافؤ الفرص. الإنسان بقى كجنس يريد الله له تكافؤ الفرص عشان يحفظ أمن المجتمع وسلامته، ولكن الله يريد أن يختبر ويبتلي. فالحق سبحانه وتعالى يقول لنا لا تظنوا أن الشيطان بحكم عنصريته الجنية قوي كده وقانونه أخف من قوانينكم ويقدر يعمل ويقدر كده زي ما قال عفريت من الجن أنا إيه؟ تفتكروش إن دي؟ لا، أنا بقدرتي، يعني الله بقدرته لا يجعل العنصر في الخلق يتحكم، بل هو يجعل منك أيها الإنسي ما تستطيع أن تقهر به الجني وتستخدمه فيما تريد من أمور بأشياء يعلمها الحق سبحانه وتعالى للملائكة، والملائكة ممكن يعلموها للناس، بس قبل أن يعلموها يقول لهم نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأنه إذا علمني كيف أستخدم الجن يبقى أعطاني فرصة أكثر من نظيري ولا لا؟ وإذا أعطاني فرصة أكثر من نظيري ما الذي يحدث؟ يطغى عليه. وإذا طغى ده في منطق المنهج يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى يجيب لنفسه عذاب ولا ما يجيبش لنفسه عذاب؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس أن العنصر في الخلق لا يتحكم في القوة، فيستطيع الحق أن يعطي الإنسان بعض الأسرار ليسخر به من فوقه وهم مين؟ الجن. بس اسمعوا، من الخير أن لا تعلموا ذلك. الحق يريد أن يعطينا قضيتين. القضية الأولى أن الجنية وإن كان تصرفه أقوى من تصرف الإنسي فذلك لعنصر تكوينه ولكن لمراد الحق، والحق بقدرته يستطيع أن يعطي الأدنى وهم الإنس أشياء يسخرون بها الجن. ولكن تسخير الإنس للجن سيخل نظام تكافؤ الايه؟ الفرص. والعالم كله ايه اللي ضبطه؟ تكافؤ الفرص. ولذلك بيقول ايه؟ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اسمهم هاروت وماروت، انزل عليهم ببابل انهم يعلموا الناس الايه؟ العملية دي، بس قبل ما يعلموا السحر ينصحوهم. وما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إحنا فتنة فلا تكفر. إزاي؟ ما هي الفتنة؟ وربنا نزل الفتنة قال لك إيه وما هي الفتنة؟ الفتنة الاختبار. الفتنة ليست الفتنة في ذاتها مذمومة، ولكن الراسب بالفتنة هو المذموم. فاللي ما يرضاش يقول لا ما دام هو فتنة أنا ما عنديش استعداد أتعلمه. واحد يقول لك لا انا هتعلمه انما هستعمله في الخير، هتعلمه واستعمله في الايه؟ في الخير. نقول له طب شوف، ترك الله بعض الناس يتعلمونه خلاص، وان كنت تريد به الخير اول من يراد بالخير مش نفسك. نقول له طيب انظر بقى الى الدقة، تجد ان الذين يشتغلون بهذه الاشياء ويعلمون تسخير جن وعملية سحر ويعرفوها رزقهم ممن لا يعلمونه. الله الله. رزقهم ومعيشهم من مين؟ ممن لا يعلمونه. مما يدل على ايه؟ على انها مش هتزيدهم حاجة، مش هتزيدهم. ولذلك لا تجد مشتغلا بهذه العملية واسم شكله يقبل، حياته مستقرة واولاده كل أمور مختلة. ولذلك يصدق قول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس
يعوزون أن يستجيرون برجال من الإيه فزادوهم إيه رهقة. وكان المفروض أنهم إيه يريحوهم. نقول لا، أول عدم الراحة أن رزق من يعلم السحر وتسخير الشياطين بيجي من مين؟ ممن لا يعلم السحر ولا تسخير الشياطين، فلو كان فيه خير لجاء لهم الإيه لهم الخير إيه لنفسهم. نقول لو كنت هتستعمله في الخير استعمله في خير نفسك، استعمله في ايه في خير نفسك. ده انت بتروح تعمل لده علشان تاخد لك جنيهين ولا تاخد لك مش عارف ايه، ولا تجد واحدا اشتغل بهذا الشيء الا مات على فقر ومات على حاجة، ونصابين كلهم مفهوم ولا لا؟ يبقى دليل على انها مسألة على انها مسألة خيبة، وانه كان رجال من الانس يعوذون. ولا تستعيذ بشيء الا اذا استجرت به لينجزك. وهل فعلوا معهم شيء؟ زادوهم رهقا، زادوهم ايه تعبا، زادوهم نصبا، زادوهم فقرا، زادوهم ايه حاجة. فكأنهم اخذوا سلاحا ليقووا به انفسهم. يقولوا لا، الفرص هتفضل هي الفرص، وانت بس اللي هتاخد جنب. ولذلك كنصح الملائكة حين يعلمون، قال لك انما نحن فتنة فلا تكفر. فكأن كل من يتعلمه يبقى ايه كافر. ليه؟ ام قال لك لان هناك فارق بين ان تضمن نفسك وقت التحمل، ولكنك لا تضمن نفسك وقت الاداء. الله، فيه فرق بين ان تتحمل وبين أن تؤدي. أنا ضربت مثل، قلت من الجائز أن يأتي لك واحد ليقول لك عندي مبلغ من المال وأنا أريد أن أدعه عندك أمانة، فأنت في حالة الاحتمال تقول نعم ما فيش مانع، ولما تيجي أخدها أنت ما ضمنتش نفسك وقت الأداء. ساعة ما يجي يقول لك هات، انت نفسك الآن لما لعل ظروفا تجعلك تحتاج فتتصرف في المبلغ، فلما يجي لك تنكر. ولذلك تقول لي يا شيخ ابعد عني، ماليش دعوه بالحكايه دي لانني لا اضمن نفسي وقت الايه الاداء، وقت الاداء. فواحد يقول انا هتعلمه ومش هكفر، انا هتعلمه. نقول له لا، ساعه يكون في يدك ما تقدرش وقت الاداء ان تتحكم فيها. فمن الخير يجيبنك يقول لك بس هات المسدس وانا مش هستعمله الا هتطبي بس. يقول له ده وقت التحمل وانت بالك رايق، انما المواد يحيجك كده ويشتمك ولا يقول لك اي حاجه يزعلك ما نضمنش هتعمل ايه ساعتها. اذا ففيه فارق بين ان تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الايه الاداء. ومن ذلك كان تعلم السحر كفر. ليه؟ لماذا؟ لانه تختل به الفرص، لا تضمن ظرفك كيف يكون، بدليل اننا لا نجد واحدا اشتغل به او اشتم منه ان كان صادق حتى في انه بيعرف السحر حتى، مفهوم؟ والا وهو حاله من ابأس الايه من ابأس الاحوال. فكأنه لا يزيده ان فرصته تقوى على غيره، بل سيظل اضعف من ايه اضعف من غيره. وخيره ورزقه واكله وطعامه وشرابه كله من مين؟ ممن لا يعلم ما تعلمت الشياطين، ولا ممن يعلمون الايه ممن يعلمون السحر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.